مشاهدينا أهلا بكم إلى عدد جديد من قراءة في الصحف. نبدأ جولتنا هذا الصباح من مقال رأي نشرته صحيفة العرب الجديد تحت عنوان العنصرية والطائفية والتطبيع في خدمة إسرائيل. عادت من خلاله لانتشار الخطابات المشوهة التي أخذ انتشارها منحا جديدا مع توقيع اتفاقيات التطبيع العربي الإسرائيلي ودورها في تشويه الوعي الجمعي في العالم العربي وتفتيت المجتمعات العربية. كاتبة المقال تقول أن تفتيت الوعي الجمعي جعل الدولة الصهيونية عدوا لمجموعة واحدة فقط هي الفلسطينيون، مضيفة أن العالم العربي يواجه خطابا يقلص الخطاب التحرري إلى انغلاق أو تخلف، وبالتالي تصبح القضية الفلسطينية جزءا من التخلف، لأن الالتزام بها يعني علاقة عدائية بالغرب بدلا من جزء من نضال تحرري للهيمنة. صحيفة القدس العربي خصصت ملفا عن حدث الأسبوع حيث عادت إلى تحولات الصراع والاتفاق بين الأطراف المجتمعة حول مائدة النووي الإيراني وعنونت نووي إيران ملفات تتشابك واستعصاء يتفاقم. الصحيفة تقول أن استئناف جولة سابعة من التفاوض حول برنامج إيران لا يلوح أنه قد أسفر عن نتيجة ملموسة خلافا للجولات الست السابقة، بل يبدو أن عوامل جديدة طارئة أضافت المزيد من التعقيد للملفات المختلفة. فمن جانب أول تتمرس واشنطن بموقفها في عدم رفع العقوبات، ومن جانب مقابل تلعب طهران على الوقت بانتظار تبلور اتجاه التفاوض مصرة على رفع هذه العقوبات مع اعتماد تكتيكات جديدة. وبين محور روسيا والصين ومحور أمريكا وحليفاتها تفرض على طاولة المفاوضات خلافات متعددة حول برنامج إيران ونفوذها في المنطقة بما يكرس أجواء الاستعصاء وتشابك الملفات وغياب التسويات، ما قد ينذر بحسب الصحيفة ببداية حرب باردة جديدة. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عادت إلى في افتتاحية لها عفوا إلى حمى الانتخابات في ليبيا بالتزامن مع عودة كافة المستبعدين من قائمة سباق الرئاسة بعد قبول طعونهم أمام القضاء الليبي. تقول الصحيفة أن كافة الأطراف السياسية الليبية أصبحت ممثلة في الانتخابات من دون استقصاء، مما سيمهد لسلاسة العملية الانتخابية. ولكن رغم التمثيل العادل للجميع إلا أن المخاوف ستبقى تراود البعض، خاصة في ظل محاولات العرقلة والمجاهرة بالتهديد بعرقلة عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مضيفة أن لا أحد من المرشحين تقدم بمشروعه الانتخابي وخطته لإنقاذ البلاد، الأمر الذي يجعل من السباق الرئاسي بحسب الصحيفة مجرد وناثون تنقطع فيه الأنفاس لهثا وراء شخوص لا تعرف ما هي برامجهم الانتخابية. صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت في مقال مطول تصريحات أحد كبار العلماء في بريطانيا حول تحذيره من تبديد تقدم المملكة المتحدة بشأن كوفيد-19، حيث أعرب جيريمي فيرار عن أسفه لغياب القيادة السياسية للوباء ما يؤدي إلى إطالة أمد الجائحة للجميع، مضيفا أنه كانت هناك خطابات رائعة ولكن لم تكن هناك إجراءات ضرورية لضمان الوصول العادل إلى ما هو مؤكد أنه يعمل ويقضي على الوباء، وأن ظهور متحور أوميكرون جديد يشير إلى أن الوباء لم ينتهي بعد. نختم قراءتنا للصحف اليوم بصحيفة العرب التي عنونت الأنثوية السينمائية المنسية تقود وتنافس وتتفوق، حيث ترى أن تكريس نوع من الذكورية السينمائية يستهين بالمرأة فيما هي موجودة في مفاصل مهمة من مفاصل العمل السينمائي، مضيفة أن الخروج على النمطية السائدة هو علامة أخرى في تجسيد صورة الأنثى في الدراما السينمائية، وهو ليس إنصافا للمرأة في حد ذاته واستجابة لدعوات المساواة، بل إنه شكل لنمط إنتاجي في مجال الأفلام أملته التطورات التي تطرأت على عمليات الإنتاج السينمائي التجاري في حد ذاتها. تختم الصحيفة بأنه في كل الأحوال يبدو أن هنالك تعمدا واضحا في ذلك النوع من التجاهل، مع أن المرأة السينمائية تبدع وتتفوق وتنجح ومع ذلك يجري تناسيها بشكل متعمد. هكذا نصل إلى نهاية جولتنا في الصحف لهذا الصباح، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.